السلام عليكم ورحمة الله. وفاة الفنان المصري صلاح السعدني عن عمر يناهز 81 عاما، والممثل أحمد السعدني يثير الجدل في وداع والده. ماذا حصل؟ تابعوا التفاصيل في هذا الفيديو. توفي الفنان المصري صلاح السعدني يوم الجمعة 19 أبريل 2024 عن عمر يناهز 81 عاما، وذلك بحسب وسائل إعلام مصرية. وأعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بمصر وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني ظهر يوم الجمعة عن عمر يناهز 81 سنة. ونشر أشرف زكي صورة لصلاح السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستغرام، وعلق عليها: البقاء لله، الفنان صلاح السعدني ربنا يرحمه. كما نشر الفنان إيهاب فهمي عضو نقابة المهن التمثيلية خبر الوفاة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: وداعا الأستاذ صلاح السعدني، إن لله وإن إليه راجعون. والخبر الثاني أن الممثل أحمد صلاح السعدني ابن الراحل أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن بدا منفعلا في جنازة والده الذي شيع إلى متواه الأخير يوم أمس الجمعة بعد أن وافته المنية صباحا. وحضر جمع كبير من الممثلين ونجوم الدراما المصرية جنازة الفنان الراحل صلاح السعدني، وأحاطوا بنجله الذي بدا شديد التأثر، وخارت قواه لحظة وضع نعش الفنان الراحل في المسجد، حيث بدا كل من أحمد حلمي وزوجته النجمة منى زكي وأحمد السقا وكريم محمود عبد العزيز بين الحضور، ويتقدم الممثل محمد عادل إمام. ويعتبر إمام من أقرب الأصدقاء إلى السعدني النجل، كما أن الفنان الراحل صديق مقرب من النجم عادل إمام، وطالب إمام الإبن وسائل الإعلام والمصورين عدم تصوير صديقه في وداع والده، حيث انفعل هذا الأخير بشدة على الذين هموا بالتقاط صوره وهو يبكي على والده، فيما صرخ الفنان محمد إمام: ما الذي تقومون بتصويره؟ وهذه الصورة من الصور الأخيرة للفنان صلاح السعدني مع ابنه. وانتشر مقطع فيديو بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي للفنان السعدني وهو ينفعل من عربة إسعاف حملت نعش والده على المصورين، مطلقا الشتائم والتهديدات لهم بحال اقترابهم. شكلت الحادثة موضع جدل واسع على المنصات الإلكترونية، حيث بادر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالدفاع عن السعدني، معتبرين أن تصوير اللحظات الحزينة والخاصة لابن الممثل الراحل الوحيد هو انتهاك لخصوصية اللحظة والمشاعر. ونعى نجوم الفن في مصر والعالم العربي أمس الجمعة الفنان الكبير صلاح السعدني الذي رحل من عالمنا عن عمر ناهز 81 عاما، وفقا لما أعلنته نقابة المهن التمثيلية. واحتلت صور السعدني وكلمات العزاء التي قدمها الفنانون المصريون والعرب مواقع التواصل الاجتماعي في عدة بلدان عربية، لا سيما أن الفنان الراحل ترك إرثا كبيرا من الأعمال الدرامية والمسرحية والسينمائية يقارب 200 عمل فني، أبرزها ملحمتي الكاتب أسامة أنور عكاشة، تلفزيونتين ليالي الحلمية وأرابيسك اللتان لعب فيهما دور البطولة. وصل الراحل صلاح السعدني إلى قمة نجاحه بعد اعتذار سعيد صالح عن لعب شخصية العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية ليذهب الدور إليه، ويصنع مع يحيى الفخراني والمؤلف أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبد الحافظ واحدا من أنجح المسلسلات في تاريخ الدراما العربية. واختار صلاح السعدني اعتزال التمثيل في صمت قبل 10 أعوام.
تزامنا مع احتفاله بعيد ميلاده 70. إن لله وإنا إليه راجعون.